المتوفرة حاليا في هواتفنا الذكية وغيرها من الأجهزة. أما الأحداثيات المستخدمة فيها فتستمد من نظام GPS المعروف والذي طورته وزارة الدفاع الأمريكية، وهو النظام الذي يسعى الأوروبيون منذ فترة لإيجاد بديل له يحمل اسم غاليليو. تقريرنا التالي يلقي الضوء أكثر على هذا المشروع الأوروبي الطموح. من خلال التحديد الدقيق للمواقع باستخدام بيانات واردة من الفضاء، يمكن القيام بعمليات ملاحة آمنة، سواء في بحار العالم أو وسط حركة الطيران المتنامية في الجو أو بوسائل المواصلات في الشوارع. يتم الحصول على الإحداثيات اللازمة من الأقمار الصناعية الأمريكية التي تشكل النظام العالمي لتحديد المواقع GPS. تسعى أوروبا لكسر هذا الاحتكار بامتلاك نظام ملاحة خاص بها يكون موجها للاستخدامات المدنية، ألا وهو نظام تحديد المواقع غاليليو الذي تستخدم أقماره الصناعية إشارات أقوى وترددات أكثر من نظام GPS الأمريكي، وهذا يجعل تحديد المواقع حول العالم أكثر دقة وأكثر اعتمادية. يتم مراقبة المهمة من مركز تحكم نظام غاليليو في ألمانيا. منذ عام 2011 يدور أول قمرين صناعيين من أقمار غاليليو في مسارهما ونتحكم فيهما بنجاح. بعد ذلك سيقوم مركز التحكم في العامين المقبلين بوضع 18 قمراً اصطناعياً من أقمار نظام غاليليو في مدارها وتشغيلها. إنه مشروع ضخم يتحمل مسؤولية الإعداد له فريق دولي يصل عدد أفراده إلى 100 مهندس وعالم. تتمثل مهمتنا في جعل الأقمار الصناعية تدور بأمان في مدارها، فبعد نجاح الإطلاق ننقلها إلى مرحلة التشغيل المنتظم، ونقوم بإنتاج البيانات الخاصة بالملاحة والتي تعتبر هامة لنظام غاليليو. بعد التغلب على المشاكل التقنية بدأت اللقطات تتوالى في ألبوم النجاح. قام صاروخ روسي عام 2011 بنقل أول قمرين اصطناعيين في مجموعة أقمار غاليليو إلى الفضاء. بمجرد الوصول إلى المدار على ارتفاع يتجاوز 20,000 كيلومتر، ينضم القمر الصناعي لبقية الأقمار ويشكل شبكة مترابطة تغطي كل سنتيمتر من سطح الكرة الأرضية. حتى عام 2020 من المخطط أن يكون هناك عدد إجمالي يصل إلى 30 قمراً اصطناعياً في نظام غاليليو يتيح القيام بالملاحة على الأرض مجاناً. حتى ذلك الحين سيكلف غاليليو أكثر من 5 مليارات يورو، ولكن مقابل هذا سيتوفر نظام ملاحة فائق الدقة. أما الآن أعزائي فإلى فقرة سؤال مشاهدينا لهذا الأسبوع والذي